نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة محملة بأجمل الزهور وأعطر الورود أنثرها أريجا بين أيديكم ليبقى عبقه على مر الزمن في نهر العطاء والأمل والعرفان. إذن بمناسبة عيد الاستقلال المجيد ينظم جوق محمد العربي التسماني للمعهد الموسيقي بتطوان برئاسة الأستاذ محمد الأمير الأكرمي بدعم واحتضان من مؤسسة وفا LLD في شخص رئيسها السيد خالد القباج ليلة الأندلس 2 تحت شعار الموسيقى الأندلسية بنفحات مغاربية. في هذه المناسبة أستغل هذه الفرصة لأتقدم باسمي واسم هذا الجوق العتيد وساكنة مدينة تطوان بأحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وليه ولسمو الأمير المحبوب مولاي رشيد بمناسبة وفاته ولكافة الأسرة العلوية الشريفة. إذن نستضيف اليوم فنانين من العيار الثقيل بالمغرب رفقة جوقنا جوق محمد العربي التسماني للمعهد الموسيقي بتطوان برئاسة الأستاذ محمد الأمين الأكرمي. نستضيف الأستاذ الباحث معد برامج وازنة تعنى بتراثنا الخالد المعد المتميز الذي يدخل لمنازلنا برنامج شبه الألحان المتميز دائما سيدي عبسلام خلوفي. ونسعد باستضافة الأستاذ والملقن نصر الدين شعبان رئيس جمعية أحباب الشيخ صالح بوجدة والمدير الفني كذلك لجمعية رياض الأندلس بالرباط الذي يعتبر من المحافظين على الطرب الغرناطي وذلك بتلقينه لفئة الشباب بهدف ضمان استمرارية. يبذل هذا المجهود بمعية رفيقة دربه حرمه المصون السيدة الفاضلة الفنانة أمينة بن سعد التي تشرفنا اليوم بحضورها. إذن سمرنا اليوم مكون من 3 حصص. الأولى هي حصة مشتركة من تراثنا الخالد الموسيقى الأندلسية والطرب الغرناطي تشتمل على صنائع من نوبة الحجاز الكبير وانقلاب زيدان هي من تنسيق الأستاذين محمد الأمين الأكرمي ونصر الدين شعبان سنة 2005 وتعزف لأول مرة بمدينة تطوان بهذا التنسيق. أما الحصة الثانية فتتألف من شذرات من نوبة عراق العجم والحصة الثالثة تحتوي على أغاني من التراث الشعبي التطواني والمغاربي. يتخلل هذا البرنامج لحظة وفاء وتكريم لشخص سجل حضورا لامعا على الساحة الفنية بتطوان، إنه الوفاء لعهد سيد مصطفى الحمراني أطال الله في عمره. إذن أترك المجال لأستاذي محمد الأمين الأكرمي للترحيب بكم في كلمة مقتضبة